هل تسمعني الآن؟ من الرائع أننا ذاهبون لكوكب الصيف. نعم، أنا متحمس جداً لما سنجده هناك. ماذا أيضاً؟ سنقوم ببعض المهمات. مهمات؟ أهلاً بكم بكوكب لوبيوس. لما نحن هنا بالضبط؟ سأحضر فيلماً وضعته هنا. لما أتيت إلى هنا بالذات؟ لأنه المكان الوحيد. واو! واو! هي، أترى كيف قلت أوه بصوت عال؟ أجل، لا تفعل هذا على هذا الكوكب. الناس هنا حساسون تجاه الصوت، فكونوا محترمين والتزموا الهدوء. لا مشكلة، الأمر سهل. واو! تبا لي.